هتكسب في اخر الفيديو ده حاجه كبيره هتسعد قلبك. كل سنه وانتم طيبين. كتير منا هيقضي العيد في اجازات زي سيوة، تعمل سفاري وتاكل اكل مردم، واللي منا هيقضيه وسط الزرع في المحافظات الريفيه والقناطر الخيريه ويعيش اجواء الطبيعه ويستمتع بمناظر تشرح القلب، واللي منا هيخرج في القاهره يروح اكوا بارك ويروح مولات وسينما ويغير جو مع اصحابه، وفي ناس تانية ممكن تروح الغردقه تتفرج على الدولفين شو وتروح الاكواريوم تشوف السمك والحيوانات، وكمان تروح رحلات بحريه وتركب اليخت والغواص او تاكل اكله حلوه وتعمل سفاري وتقضي عيدك في شرم الشيخ، تروح سو سكوير وتستمتع بالبحر والبسين والاكوا بارك وتتصور مع الجامع الكبير والشلالات وتاخد خدمه 5 نجوم، واللي منا هيروح دهب ويغير جو هناك وسط البحر والجبال والطبيعه ويعمل سفاري ويحضر حفلات وفاير شو ويستمتع بالطبيعه كمان والممشى السياحي في دهب، وفي اللي هيطلع على اسكندريه عروسه البحر المتوسط يغير جو ويصطاد ويشوف صحابه واهله، وفي اللي هيروح مرسى مطروح يعني رمله ناعمه وميه صافيه وتتمشى على الكورنيش بتاع مطروح اللي حقيقي بحسدهم عليه، بس الحقيقي هتكسبه ويفرح قلبك انك ما تكونش لوحدك، انك تكون وسط عيلتك واهلك عشان هم دول كنز العيد، هم دول العيدية الحقيقية اللي ممكن أي حد فينا يلاقيه. عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين.